ورش الجناريات التي تقوم به جمعية أجيال جنان باشا الكبرى للرياضة والتنمية، وهذا في إطار تنزيل أهداف الجمعية الرياضية والتنموية. فالجمعية قررت وضع جداريات توعوية وإشهارية لبعض المواضيع التي تهم الساعة، خاصة فيما يتعلق بقضية التدابير الاحتياطية من وباء كورونا، وجداريات تهم البيئة، المحافظة على البيئة ومآثرية كذلك وتراثية لصور لبعض الشخصيات التي مرت من المدينة، وخاصة شخصيتين مهمتين هي شخصية الفاضل بن عيش باشا مدينة العرائش التي سميت به حي جنان باشا، وشخصية عبد السلام الزطوط شيخ المعهد الديني الشاعر الذي هما شخصيتين شرفتا اسم المدينة في عهد قبيل عهد الحماية وفي عهد في بداية عهد الحماية. نعم بالضبط، هذه الحياة اللي عاشوا فيها هاد الشخصيتين البارزتين. جمعية في إطار الأنشطة ديالها هي حريصة على إبراز هوية بعض الشخصيات المحلية ولخدمة للتنمية بالمدينة، ويكون هؤلاء أو هاتين الشخصيتين قدوة نقتدي بهم في خدمتهم للمدينة والوطن.